نيجي لبرج العذراء. برج العذراء في الرجالة من الأبراج القماصة شوية، أوكي؟ برج العذراء الفترة دي هو زعلان أو حزين أو مقموص من حاجة، أوكي؟ بقول له ما تكبرش المواضيع، ما تهولش المواضيع، لأن هو بيحب الاهتمام، بيحب كل فترة الاهتمام، فدايما يخلق حاجة، يكبر حاجة علشان يعمل موضوع، علشان نعيد تاني الاهتمام بيه من اول وجديد. او هو دايما بيحب كل شويه يفهم الطرف التاني ان مقصر، انه في حاجه، بطريقه غير مباشره، زي الطفل يقعد يتخانق في حاجه وهو في حاجه تانيه، بس هو ما بيقولش دايركت، اوكي؟ فبقول له بلاش تهول المواضيع، لان هو هيعند شويه في زعل في حاجه. فبقول له ان الفتره ديت عندك زعل، لراجل العذراء عنده زعل مع حبيبه، مع اصحاب، مع حد بيحبه، يعني يا اصدقاء بيحبهم جدا، صديق ليه بيحبه جدا، صديقه ليه بتحبه جدا، مراته، صاحبته، هيزعل قوي، هيبقى فيه زعل. فبقول له ما تكبرش المواضيع، انت اللي مكبر، انت اللي قاصد انك تكبر المواضيع، اوكي؟ فبقول له ما تكبرش، عشان المواضيع ما تزيدش منك، اوكي؟ عاطفيا عنده العذراء من اخر السنه اللي فاتت، وهو اوريدي داخل في علاقه ومبسوط بيها، يعني في جزء، في ناس كملوا العلاقه ديت وبقى في جواز، وفي جزء اول 6 شهور السنه دي هتكون العلاقه يعني كملت معاهم، اوكي؟ نيجي لست العذراء. ست العذراء عندها ارتباط جديد، بس دايما ست العذراء ما بتفكرش لما بتيجي تخش في ارتباط جديد، ما بتفكرش على حساب مين، يعني ممكن تعجب بحد متجوز مش فارق، هي حبته ملهاش دعوه بقى، اوكي؟ مصاحب ملهاش دعوه، هي حبته، هي حسته، هي ما صدقت. فبقول لها انت العيون عليكي كتير، او خلي بالك، لان انت في حاجه بتتدبر لك، في حاجه بتحصل لك، في كلام هيحصل كتير الفتره الجايه، بس انت السبب في اللي بيحصل، في الاحداث اللي بتحصل، انت اللي وصلتي المواضيع لكده. لان ست العذراء دايما بتحب ترد، ما بتسيبش حقها، بس دايما ما بتردش دايركت، دايما بترد من تحت لتحت، يعني ما بتواجهش، دايما تستخدم اشخاص حواليها في الرد، ممكن يكون الحبيب، ممكن يكون اصدقاء مشتركين، بس هي مش ما بتستخدمش ردودها، ما بتبقاش دايركت، بتبقى اندايركت، اوكي؟ بقول لها عندك السنه دي جواز، عندك ارتباط جديد وعندك جواز، بس اختاري صح، اختاري صح علشان ما تبقاش على حساب حد، لان دايما اختيارات ست العذراء ما بتبقاش 100% سليمه، اوكي؟ بس هي عندها اللي بيخليها تقعد، بس مش اكتر، اوكي؟